السلام عليكم تلاميذي الأعزاء. درسنا اليوم في اللغة العربية في التراكيب بعنوان المفعول مع، فلنتابع. نبدأ بالأمثلة. خرجت وشروق الشمس. سرت والرصيف الأيمن. كيف أنت والامتحان؟ ما شأنك وأخاك؟ استيقظ النائم وآذان الفجر. نلاحظ جيدا هذه الجمل، هناك واو تفيد معنى مع. مع الكلمة التي تأتي بعدها نسميها مفعول معه. تسمى واو المعية. المفعول معه، المفعول معه يأتي بعد جملة فعلية. خرجت وشروق الشمس. شروق مفعول به، مفعول معه، بعد جملة. خرجت جملة فعلية. واو المعية. شروق مفعول معه. سرت والرصيف الأيمن. واو المعية. الرصيف مفعول معه. جملة فعلية. سرت المفعول معه يأتي بعد جملة فعلية. ويكون كذلك بعد استفهام. كيف؟ كيف الاستفهام؟ كيف أنت والامتحان؟ وواو المعية. الامتحان مفعول معه. كيف تطرحي السؤال؟ تسمى استفهامية. يكون كذلك المفعول معه بعد ما. الاستفهامية كذلك. ما شأنك وأخاك؟ وواو المعية. أخاك مفعول معه. المفعول معه اسم منصوب دائما يأتي بعد واو. تسمى الواو واو المعية بمعنى مع، للدلالة على المصاحبة. مثال: سار زيد والطريق. لكن ننتبه، ليست أي واو هي واو المعية. هناك واو العطف مثلاً.
مثال اشترى أبي تفاحا وموزا. هذه الواو ليست واو المعية ولكنها واو العطف. سافرت إلى طنجة والرباط. هذه الواو هي واو العطف وليست واو المعية. ننتبه جيدا. مثال الجمل: صمنا ودخول رمضان. دخول مفعول معه، يعني أننا صمنا مع دخول رمضان. يسبح الولد وهدوء البحر. هدوء مفعول معه. جاء عمي وهطول المطر. هطول مفعول معه، يعني أن عمي جاء مع هطول المطر. نموذج للإعراب: جاء الأب مسرعا وغروب الشمس. جاء فعل ماض مبني على الفتح. الأب فاعل مرفوع بالضمة. مسرعا حال منصوب بالفتحة. وواو المعية. غروب مفعول معه منصوب بالفتحة وهو مضاف. الشمس مضاف إليه مجرور بالكسرة. ننتقل إلى التمرين. ميز واو المعية في هذه الجمل. رافقت أبي وأمي في السفر. استيقظت وطلوع الشمس. نامت أختي ولعبتها. اتفق أخي وصديقه على الذهاب إلى السينما. استيقظت وطلوع الشمس واو المعية. نامت أختي ولعبتها واو المعية كذلك. أما الجملة الأولى فالواو وواو العطف، والجملة الأخيرة واو واو العطف كذلك، ليست واو المعية. أحط المفعول معه. مشى خالد والجدار. سافر الرجل وطلوع الشمس. سرت والشاطئة. استيقظ علي وأخوه وآذان الفجر. والجدار، الجدار مفعول معه. طلوع الشمس مفعول معه. الشاطئ مفعول معه. آذان الفجر مفعول معه كذلك.
أكمل هذه الجمل في الجدول. سرقوا المحلات ونزول الظلام، نام وآذان العشاء، ركضت وغروب الشمس، كيف أنت والخوف من الفيروس؟ نزول مفعول معه، آذان آذان مفعول معه، غروب مفعول معه، الخوف مفعول معه، أعرب. وقف التلاميذ ودخول الأستاذ، وقف فعل ماض مبني على الفتح، التلاميذ فاعل مرفوع بالضمة، وواو المعية، دخول مفعول معه منصوب بالفتحة وهو مضاف، الأستاذ مضاف إليه مجرور بالكسرة. إلى اللقاء وبالتوفيق.